يعني مثلا هذا سيديد يوتوبان كمي لبا كون كوبي لبعتن قطبة حيسها بدن عداود وانتنا وحاكا قيبا نغنية كدب كرا قلاف كي سوكرا دح كلاي حبنا هميدو وقم مشرحين تو وحاكورا حساسي اي شيء ذحوين ياشي رئيس صومالي حسن شيخ محمود اي شيخ شريف شيخ احمد عدبا كولان كاسي محال لوغا هدلي محاسا كورونا ايدين تلو جيدي رئيس وزاري محمد حسين روبلي كينا وحي عمر كان لكل ميسا عداد سحوغن او دنعيب بادن كاقي ايمان اي كدب حيراد دولي ماتي دي صوماليا خلافك دولد قبلات كير شبيل يدولد فدرالك صوماليا نوحا او نقضي امد آد وحوغيستا حالك ميدوغا افريكان اي واركاس وصارينا ديد مدى محمد عبد الله فرماجو اي كغا آدن ارقيقي يوصو مقعبين لحد حادين تاريماها صوماليا كما برنا حماس او دوقيسي قميلك مدى اسرائيل اي واركي ود بي دوقيمها لنعيادة لغيه ليه ياد داود دونتان حدية تايمركي كوري سو جنال كان صوبو يغوتو فلا سبسكرايب نوصار موغالك لاي غريق جمبرير كان فورو محساني ديان كورا عينا وعن كوبي لاب يا كدب كلا جبكي حبنا هميدو ومشرحين تأكيقا دانا ورغدي لغو ايدي لزوزاري محمد حسين روبلي وحا مقدشة كولان كوية شي حسن شيخ محمود يا شيخ شريف وشيخ أحمد كولان كاياها ميد حساسي او حانا كاقيب غلي حلبان فارح شي عبدالغادري حلبان محمد أبوك لسلو دعالي وزير كوهري أمنيغا دالك حانا لوغا هادلي حالات دا سياسة دا دالكي أريمها دروشوينكا مدحت الشركة كوية شيء جرحان وشركة خلقوا خبص ما هويجا ودوميها ميدوك مشرحين توحى يدير دكتور سارين وذا إن دوانا يكذا عن مجرد مقدشوه بل سوحى أي شيء جان إن ورقدها إيسو ساريان أي كوان توان كواسي أوقار كل الشيء جي إن شخصيات إيسو قرتن السيد حبنا كترسن حس بجودجر أي كشيء جان بورقدي وجود بيسي أي لجوه الري وزار روبلا لغونا شهيغي لحدا حاد نماديسي نبان أبورتاي وحا أي شهيغان إن لو باهيان حلقان لقعان سيو دادر قدين تولاها دروشوين كريز وزار محمد حسين روبلا ولوحي لساري يادو أغقار كمي دهنا مشارحين تانا أي بلابين مجحابين تا روبلا بلسي كالجابوين أو مشارحين تا أي حلقان أجرا يادو لقب بخدين قبا فرماجان وكعب سنيو إن روبلا إسبهاسي ولسامي سوحبناه معارض كالدورة شادان وحوالبا أي كسو تقال مرها ديلو قدقلو قرك مده منها ميدو مشرحين تو وحا اي شيكان قرهان هو قامياش وقو سريسا شيخ شريف يا حسن شيخ محمود إن اي سان سكرع سنين لمن قرالك مشرحين تا أفكو ذكو هدلي إلا سو ساري كالوري وحا اي كالسوني موجين محمد حسين روبلي حانا اي شيكان إن ولي فرصد او هستو فرصدنا اي سيان روبلي إسلامر كانا مالما هارسان اي فريتان كا شركة دروشوين كدلكنا اي رجيني يانا ان وحونا اكسان ورجله شعبك الصوماليات اي كيغا بوكتان لنا عكلا كينيا ايا وجيهي سعداد سحوغان وكاكي ايمان ياقو آنكي هورا اي وجو جيساي وكو سابسانا دولماتي في الصوماليا حلي الاوان السوع اللي يحرير كدولماسيات اللا بادل سيدا او قري ورسيدها ليلي نيشن كان عصتاد بيرلي دقات كا ايا دولاد كينيا كو عدادي نيسان سيب وحدة ديب لوغو سوعليو حرير كي سياسادات اللا بادل سيئو بلابان لو فين تاقات كا وكما هي او اه قدوميه اورك كان عصاده قاد كا يا شيغي ان ورغيس كان او شيغي ان دولاد كيني كو دغدغتي ان حيراده كو سورغتي دوليمادي او كلا غوش جيره سوماليا كيا تاسو علس كو ساريسه دولاد فدرالك سوماليا قدوميه يا كو ان كاس كو تلمامي ميد راي قالدنا اسلاما كانا ان لغا فيرسن وحنا ايدن او جيدي هور كينياتا ما دام قدر اي كشقيسه ديب سوولين تحرير كلا بدنا العستادة قاد كي كينيا مالمي قدن بيسي وحا ايهاينا كوو دون ايه انقاد اي كينان سوماليا بلسي سوماليا يا كوباري حييسي اسلامر كانا قوان اذاك كسو سارتي ان الشاقة اسكولهين سوعلين تحرير كدود ماسيدا دي ارين تا قاد كا وحانا تن ايو مركي لسوعلي يحرير كالابادة دل سوماليا كينيا اي نقودين كوو ان اسكوان اكسنين ايادو او دبكي قبوبا اي حبنان كده حجرنا سيلا بقر حي كدي مركي غدر اي سو نحكي شيء مركان ميدوغ افريكا يا سر رسمي هوا حوكا هاد ليغو آنكا فرماجه وقتي يسو لماذي وكودي ديني هاي ارقيقي اسو مقعاودين دالكن سوماليا انو حالكا قيب النقضو غارها كلافك دروشوينكا افريكا يونيون وحاي شعكا قادين ديد مدى حكومة دا مقدشو اي تهيميد اي كلا تشانيان ودامد حبناها كا اروكا سيدو كلانا واحا اولاعكا موجيه ان فرماجة ديب لقوه دلبكا كو آدان ميدوغ افريكا وكاو وعدوه سالوهي لدى اسمري واغا ادروشوينكا ودنكا افيينكا مدحوينها دي ار زي اما ديموكراسي ريبابليك اوف كونغو اهنا قدوميها ميدوغ افريكا فليكس اياتي باحي منو دادو حبناها كا اروكا ايكو آنكا غاري دونان
qaabka uu ku howlgali doono mudane maxaama oo loo soo magacaabay ergeyga dhexdhexaadinta arrimaha soomaaliya. Qadiyadahan oo kale madaxtooyada AU-da si hal dhinac ah go-aan uga magaari karto waxaana ay u baahan tahay la tashiyada guddiga iyo golaha ammaanka nabadda ee AU-da, ayuu yidhi afhayeenka u hadlay madaxweynaha dalka Congo ahna guddoomiyaha ururka. waxaa la fahamsan yahay in hogaamiyaasha qaar ee midowga Afrika ay taageereen dalabka farmaajo halka qaar kalena ay kasoo horjeedaan iyaduna maxaama markaana wakiilka gaarka ee ururka ay u soo dirtay Soomaaliya uu wajahayo in codeyn kale loo qaado iyadoo la tixgelinayo dalabka Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay ku adkaysanayso. Mararka qaar waxay xaqiijinayaan golaha amniga ee nabadda midowga Afrika uu taageereen maxaama taas oo noqonaysa in la bedelo suurtagalnimada maadaama ay soo xuleen islamarkaana waqti badan ay ku soo baxeen. haddii mowqifka midowga Afrika uu noqdo mid cadaada ka hor shirka Soomaalida ku ballansan tahay 20-kii May waxay horseedi kartaa in wadaxaajoodyada ay noqdaan kuwo miro dhal ah, balse filo Soomaaliya waxay ka soo horjeedaa in kulankaasi uu ku lug yeesho ama door ku yeesho Mr. Maxaama oo lasoo magacaabay dhexdhexaadinta Soomaaliyana la doonayo in uu ka qayb qaato. markaan Hiil Shabeel iyo dowladda federaalka Soomaaliya weli waa isku dhagan yihiin, waxaana tani ay noqotay in guddiga arrimaha fatahadaha dowlad goboleedka Hiil Shabeel war ay soo saareen ay kaga hadleen eedeyntii ka timid wasaaradda maaliyadda oo ahayd inay caddeeyaan eedeymaha ay jeedinayaan, waxaana ay ku sheegeen warka wasaaradda maaliyadda inuu ahaa istifaacil. guddigu waxa ay soo saareen qoraal 6 koodob ka kooban, waxaana ay ku faahfaahiyeen marxadaha, waxaana ka mid ah kow bangiga adduunka waxa uu ansixiyey mashruuc ka soo kabashada musiibooyinka taariikhdu markay ahayd ayaa lagu yiri 15 May 2020. sidoo kale qodobka labaad waxaa lagu yiri heshiis afaragada ah ayaa waxaa kala saxiixday wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya dowlad goboleedka Hiil Shabeelle taariikhdu markay ahayd 19 Agoosto 2020, taas oo kasoo wareegatay 9 bilood. waxaana hubaa la haddii mas-uuliyad layska saari lahaa in la furi kale mashruucan muddada kooban, dhibaatadana kuma dhicinayn ummadda Hiil Shabeelle ayaa lagu yiri war saxaafadeedka guddiga. waxay sidoo kale sheegeen in Janaayo 2020 Hiil Shabeelle ay arrimo buuxda oo ku saabsan warbixinta fududeynta mashruuca fatahaadaha iyo fatahaadaha u gudbiyeenba xafiiska ra-iisul wasaaraha, iyadoo la sheegay in ra-iisul wasaarahana u gudbiyey wasaaradda maaliyadda, balse wasaaradda maaliyadda ayaa dhankeeda ka weecatay howlihii loo xilsaaray sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedka, halka qodobka labaadna ay ku sheegeen in ansixiyey qandaraaskii ugu horreeyay ka hortagga fatahaada wabiga Shabeelle isbuucii koowaad ee May 2020, xilligaas oo suurtagal ahayn wax laga qabto wabiga, waxaana bilowday roobabkii iyo fatahaadaha. labada qodob ugu dambeeya waxay sheegeen waxaa ka dhacay waxyaabihii ka dhigaysay dowlad goboleedka Hiil Shabeelle deegaanada dowlad goboleedka iyadoo weli howluhu aysan bilaaban, halka qodobka ugu dambeeya ay sheegtay in dowlad goboleedka Hiil Shabeelle aaminsan tahay wax sababa dhibaatadan ay tahay dib u dhac howlwadeenada mashruuca oo aan ka fikirin deegaanadaasi dadka ku nool dhibaatada ay wajihi karaan iyo dhaayalsiga wasaaradda maaliyadda. ugu dambeyntiina ururka Xamaas ayaa gantaale ku garaacay laba magaalo ka mid ah dhulka Yuhuudda xoogga ku haysato, halka ciidamada Yuhuuddana ay duqeen xoog loo dhanka cirka ah iyo dhulka baala beegsadeen qaybo kala duwan oo Qasa ah. duqeymaha Israa'iil ayaa lagu bartilmaamay sida guryo ay degan yihiin dad rayid ah, xarumaha amniga, xarumaha dowladda ee Mareykanka Qasa. sidoo kale duqeymaha ayaa si ula kaca waxaa lagu burburiyey tiro ka mid ah wadooyinka waaweyn iyo isgoysyada, taas oo sababtay burburka qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka Qasa. markaan sii eegnana, ciidamada sida xoogga ku haysta dhulka reer Falastiin sidoo kale bayaan ay soo saaray waxay ku sheegeen in weerarada la beegsaday goobaha ay ku sugan tahay Xamaas ay socdeen ku dhawaad 20 daqiiqo isla markaana la bartilmaameeyay 35 meelood. Israa'iil waxa ay sheegtay in 54 dagaalyahan oo ka tirsan iska caabiyinta Falastiin ay ku rideen gantaalyaal gaaraya 110 gantaal, kana rideen meel la qiyaastay 15 kilomitir u jirta Mareykanka Qasa. wasaaradda caafimaadka Qasa ayaa tiray dhimashada tan iyo markii duqeymaha bilowdeen waxay ku sheegtay 201 qof ay ku jiraan 58 caruur ah iyo 34 haween. mas-uuliyiinta Israa'iilna iyagana waxay sheegeen in 10 qof ay ku jiraan 2 caruur ah lagu dilay gantaalada Xamaas, iyadoo aan la ogeyn sheegashadaasi in xaqiiqtay maadaama Israa'iil jabkeeda weli ay qirsanayso.